الاحتلال ينفذ حكم الإعدام بحق مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الملجأ الصحي الأكبر في جنوبي قطاع غزة، خارج الخدمة تماما. لأسابيع كان المجمع يواصل تقديم خدماته رغم الحصار الخانق من قبل قوات الاحتلال، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية لفظ أنفاسه حين داهمت قوة إسرائيلية المجمع. ووسط مخاوف حقيقية على مصير مئات المرضى والكوادر الطبية، لم يسمح حتى اللحظة للفرق الطبية الدولية من دخول المستشفى وتقدير أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة. نحن الآن ننتظر في مستشفانا في رفح باستقبال المرضى منذ أمس. المرضى الذين تم إخلاؤهم من مستشفى ناصر، للأسف لم يتم التنسيق لهذا. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن حياة المرضى بالمستشفى في خطر، في وقت جرى نقل المرضى إلى المبنى القديم للمستشفى بعد اجتياح القوات الإسرائيلية، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات. قوات الاحتلال حولت المجمع عقب استباحته إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، واعتقلت العشرات في المستشفى، ثم انهالت بالضرب والتنكيل على الكادر الطبي بحسب وزارة الصحة. الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي إلى سكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي وضع الكوادر الصحية لساعات طويلة في مبنى الولادة داخل مجمع ناصر الطبي، وهم مقيدي الأيدي واعتدى عليهم بالضرب. الاحتلال كان قد أجبر إدارة المجمع على وضع الكوادر الطبية وعائلاتهم والمرضى والنازحين في ظروف قاسية ومخيفة دون طعام ولا ماء. القوات الإسرائيلية التي تحاصر المستشفى قامت بعمليات تجريف وحفر وتفتيش داخل أقسام المجمع، بينما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع عن وفاة مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين. الوزارة أكدت أن 4 طواقم طبية فقط هي التي تدير مسؤولية الرعاية الصحية داخل مستشفى ناصر المزدحم بالمرضى والنازحين.